معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ فارس مزدور، خبير اقتصادي، أهلا بك معنا. مرحبا بك أختي الكريمة. كما تابعنا، هناك اكتظاظ كبير في محطات البنزين نظرا لزيادة في أسعار الوقود ابتداء من منتصف ليلة اليوم. أكيد سنتحدث لاحقا عن زيادة في الأسعار والتي كنا في انتظارها أكيد، لكن نتحدث عن ثقافة المواطن الجزائري. يعني هي زيادات لا مفر منها، المواطنون الجزائريون كلهم ذهبوا إلى محطات البنزين تخوفا من الزيادات الحتمية والإجبارية التي ستكون ابتداء من منتصف ليلة اليوم. نعم، هو الواقع أن هذا الهاجس المتعلق بزيادة الأسعار ليس وليد اليوم، وإنما نعاني منه منذ عقود كثيرة. فكلما أعلنت الحكومة عن زيادة ولو بسيطة في الأسعار تجد هنالك تهافت على المادة التي استهدفت من خلال تلك الزيادة. وبالتالي أنا أرى بأن هي ثقافة استهلاكية رسخت في عقل المواطن الجزائري يتصرف بطريقة غير عقلانية وغير رشيدة. وبالتالي من الواجب الآن أننا ننشر الثقافة الاستهلاكية المبنية على القواعد الاقتصادية السليمة، وأيضا على قناعتنا كمسلمين. يعني استهلاكنا يعني لا يجب أن يكون مبالغا فيه، ولا يجب أن يكون هنالك تقتير فيه، يعني لا 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 بخل ولا 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 إسراف ولا تبذير، أن يكون هنالك وسطية في ذلك. وبالتالي إقبال على المحطات ليلة السنة الجديدة، أنا أرى كم سيملأ هذا الإنسان، سيملأ يعني خزانه لمرة واحدة، يعني في اليوم الموالي قد يحتاج إلى ملئه بسعر جديد. وبالتالي عوض التهافت يعني نتعامل ببساطة مع هذه الزيادات التي نرى بأنها حتى وإن كانت تتالية. سنة 2015 كان فيها زيادة، سنة 2016 كانت فيها هذه الزيادة، و2017 يعني ثلاثة زيادة تبقى بعيدة كل البعد عن الأسعار الحقيقية لأسعار البنزين التي تدعم بشكل كبير من الدولة الجزائرية. طيب كيف ستؤثر هذه الزيادات على المواطن الجزائري؟ والله شوفي، النقل يعتبر جزء لا يتجزأ من الدورة الاقتصادية، وبالتالي فأي زيادة في البنزين معناها أن المؤسسات الاقتصادية التي تنتج لنا منتجاتنا ستزيد من أسعار منتجاتها، وعليه فإن ذلك سينعكس سلبا على المواطن. الزيادة الأولى زيادة في البنزين، الزيادة النهائية هي الزيادة في المنتجات التي يستهلكها المواطن الجزائري من مؤسساته الاقتصادية، والتي تنقل هذا العبء كاملا إلى المنتجات التي تخرج من مصانعها. وعليه فأنا أرى بأن الخدمات والمنتجات ستعرف ارتفاعا يتوافق أحيانا وقد لا يتوافق مع الزيادة البسيطة التي كانت في أسعار البنزين. نعم، شكرا جزيلا لك.